محسوية على ديس. هذا ليش التراب هذا؟ ليش التراب هذا؟ من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نسلط الضوء إخواني على هذا الختيار، على هذا الجد، على هذا العم، على هذا الأب. هو أب وجد وخال وعم لنا كوننا مسلمين، وهذا الشيخ مسلم، أسأل الله أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. إخواني نسلط الضوء على أهلنا في الصومال. أهلنا في الصومال يعيشون في كرب ظنك لا يعلم به إلا الله عز وجل. أسأل الله أن ينصر أهلنا أيضا في فلسطين وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين. هذا الختيار كما ترون هو يعيش هو هذه العجوز بهالعشي هاي اللي شايفينها أمامكم. بيت بسيط جدا، يعني لا يوجد فيه أي مقومات للحياة. الصحن اللي موجود أمامه، صحن التراب هذا أنا بالأول فكرته حتى يتيمم به، لكن على العكس نهائيا طلع حتى يتقيأ فيه. هذا الختيار مريض مرض كبد، سأل الله أن يعافينا ويعافيه، ويتقيأ فحتى كل شوي ما يقدر يطلع لبرا، وكونه كاهل ومريض وما ظل عليه بس الجلد والعظم، فجابوا له تراب حتى يتغير فيه ويكبونه ويبدلونه بتراب جديد ثاني. فأهلنا بالصومال الحبيب يعيشون بظنك لا يعلمه إلا الله عز وجل. أسأل الله أن يرحم موتانا وموتاهم، وأن يشافي مرضانا ومرضاهم، وأن يرحم موتانا وموتاهم، وأن يعافي مبتلانا ومبتلاهم، وأن يفك أسرانا وأسراهم، وأن ينصرنا وإياهم على من عادانا يا رب العالمين. هذه حال إخوتنا في الصومال.